الأمانة تبدأ بأمانتي مع نفسي، أمانتي مع نفسي. وأنا عايز أتوقف هنا عشان نخلي بالك من الحكاية ديت، لأن ده المفتاح بتاع كل الرسالة وفهمي للجزء الرائع اللي كتبه بولس الرسول هنا: حسبني أمينا جعلني للخدمة، إن برغم أني كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا رحمت. مع أني فعلت هذا بجهل في عدم إيمان، حجلها الحكتين دول مهمين جدا حالا. أمنتي مع نفسي، بتحاسب روحك بصدق؟ تاخد نفسك وتروح قدام ربنا وتقول له: اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، قل لي انا بضحك على روحي في ايه، قل لي انا فاهم ايه غلط، قل لي انا بعمل ايه مش عاجبك. احنا سهل قوي نضحك على نفسنا، ما الكل بيعمل كده، ما ده العادي، ما ده المعتاد. انت ما تتفرجش على انستغرام ولا ايه يا قسيس؟ ما بتشوفش انستغرام؟ طب ما بتشوفش التيك توك؟ لا لا، يعني اتفرج عادي عادي عادي، في ايه؟ هو واقع المجتمع كده، هي الناس كده، هي الدنيا كده، فيها ايه؟ يعني ايه اسيب موبايلي مراتي تبص عليه وتقرا كل اللي جه واللي راح؟ ازاي يعني؟ فين رجولتي وفين شهامتي وفين استقلاليتي وفين؟ طب انت خايف ليه تبص وتقرا حاجات خاصة؟ لو انت مش امين مع نفسك، لو انت سايب روحك بتتلون وقت كده وقت كده، وانت هنا حاجة وانت هنا حاجة، هيتكتب عنك اللي قاله هنا في تثنية: اولاد لا امانة فيهم. الأمانة صفة جوايا، مع نفسي مع نفسي مع نفسي. وحنشوف الصفة ديت ازاي انقذت شاول الطرسوسي، وازاي كانت هي المفتاح في علاقته مع ربنا وفي علاقته مع الناس وخدمته وتأثيره والدور العظيم اللي لعبه في تاريخ البشرية الأبدي مش الزمني. خليني أخذ شاول الطرسوسي مثل واضح لأمنته مع نفسه. بيقول: أنا كنت مجدف، لأني جدفت على اسم يسوع، ومضطهد لأني اضطهدت الكنيسة، وكنت مفتري في اضطهاد، مفتري قسوة وعنف وأجريشن ملوش نظير. ايه اللي خلاك عملت كده يا بولس؟ الحاجتين: بجهل في عدم ايمان، والاثنين مرتبطين لان المعرفه بتؤدي الى الايمان والجهل يؤدي الى عدم الايمان. فقال حاجتين كان ممكن يضيعوني ويودوني في 60 داهيه ويدمروا حياتي ويدمروا حياه الناس اللي حواليا: الجهاله وعدم الايمان. اللي انا عملته ده الافتراء والاضطهاد بسبب الجهاله. أنا اتعلمت وأنا بقرأ ناموس موسى، وأنا بتعلم عند الكتبة والفريسيين، وأنا بصير فريسي يعني راديكالي يهودي حسب الأصول by the book بالنسبة لتعليمهم أنه المرتد يقتل، اللي يترك الإيمان بيهوه يقتل. هو ده اللي أنا اتعلمته.